يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في كتاب للقواعد الفقهية، وكان هناك كلام للمحقق على قاعدة دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما. ما معناه أن الإنسان إذا كان مدينا إما أن يدخل السجن ويترتب على ذلك ضياع أولاده واختلاطهم بالسفهاء الذين يؤثرون على دينهم. هذا تمثيل من المؤلف، من المحقق، من المحقق، يعني ضرب مثال أن المدين، ها، يقول المدين إما أن يدخل السجن ويترتب على ذلك ضياع أولاده واختلاطهم بالسفهاء الذين يؤثرون على دينهم. هو اللي يدخل السجن باختياره ولا يدخل؟ هو اللي يدخل السجن يدخل، نعم. وإما أن يقترض قرضا ربويا فإن له ذلك دفعا لأعلى المفسدتين بارتكاب. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هالفتوى. ما يجوز الربا بحال من الأحوال، ولا يجوز له يقترض بالربا. إذا كان كذلك الله جل وعلا هو الذي حكم، قال وإن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسر، ولا يجوز سجنه ولا يجوز مطالبته وهو معسر. الله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسرة، إنما يسجن المماطل اللي يقدر على الوفاء لكن ماطل، هذا هو اللي يسجن. قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، لي الواجد يعني المماطلة ظلم، يحل عرضه وعقوبته، هذا إذا كان واجد يعني غني. أما إذا كان أنه معسر فلا يجوز أنه يسجن، ولا يجوز حتى ولا أنه يطالب حتى يأتي الله بالفرج، نعم.